السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ، هل يعني أنا مثلا كنت حافظ قبل كده القرآن وأجزاء منه أحاسب على أو حاسب على نسيانه؟ لا، أجرك يقل لعدم المحافظة، لكن حساب تعذب لا إن شاء الله. حديث من قرأ القرآن فنسي أو من حفظ القرآن فنسي لقي الله وأجزم لا يصح. ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيك وإياكم.